أهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. النهاردة ده سؤال من امتحان فاينل، سؤال سهل وبسيط. let v equal m matrix 2 by 2، يعني فيها 4 elements with inner product. أعرف لك هنا ال standard inner product in ال u، لو ضربتها في ال v تساوي u1 v1 زائد v2 وهكذا. وقال لك ان اليو عبارة عن 4 elements وال في 4 elements. هات find u norm u and norm v وال distance بين u و v، وشوف هل هما ال two vectors دول orthogonal ولا لا. orthogonal ولا لا، احنا قلنا orthogonal يعني متعمدين على بعض. امتى؟ لما يكون الثيتا بكام؟ ب 90 درجة. يبقى لو قلنا ده u وده v ودي الثيتا، لو ثيتا اف ثيتا ايكوال 90 درجة، يبقى اذا هما عمودين على بعض، تمام. ولو قلنا ان ال u دوت v الكلام ده ساوي صفر، يبقى برضو هيكونوا orthogonal. نبص كده مع بعض تاني على definitions اهو. عايزين نجيب نورم v، يبقى الجذر التربيعي للمكونات u سكوير، اي ما يكون u ده عبارة عن كام. خلاص عايزين نجيب الديستنس بين اي اتنين فيكتورز، هنبقى نقول الجذر التربيعي ليو واحد ناقص في واحد زائد يو اتنين ناقص في اتنين زائد يو تلاتة الى اخره. وقال لك تو فيكتورز يو وفي ان انر برودكت، لو هما انر برودكت ار كولد اورثوجونال اف لو كان عملت ضربهم بزيرو. خلاص يبقى نبدأ الاول بالنورم يو المطلوبة. هات نورم يو، طبعا كوزاين، لو قلت كوزاين 90 بكام؟ بزيرو، عشان كده قلت الثيتا ب 90 يعني. طيب يبقى نجيب اول حاجة نورم يو بتساوي الجذر التربيعي لمكونات يو سكوير. ايه مكونات يو؟ عندك واحد وعندك اتنين وعندك تلاتة وعندك اربعة، اللي هي يو واحد سكوير زائد يو اتنين سكوير، اللي هي تاخد الكومبوننت دي مع بعض، يبقى واحد سكوير بواحد زائد اتنين سكوير بكام؟ باربعة، زائد تلاتة سكوير بتسعة، تلاتة في تلاتة بتسعة، واربعة اربعة ستاشر. يبقى خدت كده كل كومبوننت من ده، ربعته وجمعته، ربعته وجمعت، ربعته ايه وجمعت، يطلع بيساوي جذر 30. نجيب بالمرة التانية نورم في، نفس الكلام، جذر التربيعي لكمبوننت الفي سكوير سالب واحد سكوير بواحد، زيرو سكوير بزيرو خلاص، تلاتة سكوير بتسعة، اتنين سكوير بأربعة، يبقى عندك كام؟ 14. يبقى جذر 14 كده، جبنا دي وجبنا دي. هاد الديستنس بين التو فيكتورز، ديستنس ما بين يو و في عبارة عن الجذر التربيعي، طبعا دي يو مضروبة في في خلاص، فتشوف اليو مضروبة في في فوق. قالك ان هي ستاندر عادي، مفيش اي ارقام حاططها، ستاندر اوبريشن عادي يعني، دي معمولة كده ستاندر اوبريشن، مش زي المسألة اللي فاتت كانت تلاتة والتانية اتنين، ماشي. فالديستنس هنا عادي هتبقى يو واحد ناقص في واحد كوس كده سكوير، زائد يو اتنين ناقص في اتنين سكوير زائد الى اخره، ماشي، زائد يو اتنين ناقص في اتنين سكويرد. ليه؟ لان بقول يو الاول، دي الاول يو. طب لو قال لك في ويو، يبقى في الاول خلاص، يبقى في هي الاول، زائد يو تلاتة ناقص في تلاتة، لان هم اربعة كومبوننت، يو وان يو تو يو ثري يو فور وهكذا في الفي، في ثري سكويرد زائد موضوع الماوس ده رخم شوية. يو أربعة كتبه بالماوس يعني، يو أربعة ناقص في أربعة إيه سكوير،
طيب ادي الماتريكس بتاعتنا دي واحد يو اتنين يو تلاتة يو اربعة، وادي في واحد في اتنين في تلاتة في اربعة. بس اطرح من بعض تحت الجذر، جذر اهو. يو واحد عندك بكام؟ بواحد، ناقص في واحد بسالب واحد، حط سالب واحد وسالب يبقى موجب واحد. سكوير واحد زائد واحد باتنين ومعاك سكوير يبقى اربعة، زائد يو اتنين باتنين ناقص في اتنين بصفر سكوير باربعة كمان. اللي بعدها يو تلاتة بتلاتة ناقص في تلاتة بتلاتة يبقى صفر خلاص. يو أربعة بأربعة ناقص في أربعة باتنين، أربعة ناقص اتنين يبقى أربعة ناقص اتنين سكوير، أربعة ناقص اتنين باتنين سكوير بأربعة يبقى أربعة تمانية اتناشر. يبقى جذر كام؟ اتناشر بيساوي، جبنا كده مطلوب التالت. تيك تيك تيك. اخر حاجة discuss the orthogonality. هات بقى يو دوت في، لو طلعت بزيرو يبقى orthogonal، لو طلعتش بزيرو يبقى مش orthogonal. خلاص هات يو او بيعملها كده بالشكل، هتساوي يو واحد في واحد زائد يو اتنين في اتنين زائد يو ثري في ثري زائد يو أربعة في أربعة. خلاص ما ده الدوت برودكت، تمام. هو معرفها لك اهو لحد ايه، يو أربعة في أربعة. طيب خلاص انت عارف يو واحد وعارف في واحد وعارف كل الكلام ده، اضرب واجمع بقى، اضرب واجمع. يو واحد في واحد يعني واحد في سالب واحد بسالب واحد، سالب واحد زائد، ويفضل تحطها كويس يعني عشان السالب بتاعك لو في سالب ما تنساهوش. يعني يو اتنين في اتنين، يو اتنين باتنين وصفر يبقى صفر، يبقى دي بصفر، زائد افتح قوس يو تلاتة في تلاتة، يو تلاتة في تلاتة، تلاتة في تلاتة بكام؟ بتسعة. واضح ان هما مش اورثوجونال يعني. ونشوف برضو الثيتا مفيش مشكلة. زائد يو اربعة في اربعة، اربعة في اتنين بكام؟ بتمانية. يبقى عندك تمانية ناقص واحد بسبعة، سبعة زائد تسعة بستاشر، ستاشر. خلاص يبقى كل ده كام بكام؟ بستاشر، ما طلعوش بصفر، بتساوي ستاشر which is not equal to zero. يبقى إذن u و v are not orthogonal. Or perpendicular، مش متعامدين على بعض. طب تعالى نتأكد أكتر ونشوف الزاوية. إحنا خدنا قانون كده في الأول خالص هوريهولكم لحد كام مثلا المفروض خلصت، بس أنا حابب أتأكد أكتر شوية وأستخدم القانون ده، تمام. كل عايز أعرفه هل ثيتا فعلا مش هتساوي تسعين؟ تعالى نشوف. عايز أطلع ثيتا، طبعا يو في انا جبتها وجبت نورم يو، جبت النورم في خلاص، نحط قيمته هيساوي يو دوت في بكام؟ ب 16 على نورم يو في نورم في، يعني جذر 30 مضروبه في جذر 14. هنكتب
الكلام ده هيساوي 16 على هذا الكلام هيساوي 0.78. يبقى كوزين ثيتا بتساوي الكلام ده، اذا الثيتا هتساوي كوزين ماينس 1.078. يبقى شفت كوزين، حط القيمة دي تطلع الثيتا فعلا مش بتسعين درجة، ثيتا هتساوي 38.67 درجة نوت 90. برضو ده بيثبت ان هما مستر اورثوجونال على بعض. خلاص، لو كانت الثيتا بتسعين يبقى كوزان 90 بصفر، تمام. لو كانت الثيتا بتسعين يبقى كوزان 90 بكام؟ بصفر. لو قلنا ده صفر مثلا، خلاص، فاذا لو ضربت ده في ده هتلاقي ان يو في بتساوي كام؟ هي كأخرى صفر، ماشي. فدي برضو ايه، اثبات اخر بالناحية اخرى. لعل وعسى يبقى الدنيا ايه حلوة، ماشي. وبكده يبقى احنا حلينا السؤال ده، يبقى اذا يو وفي مش هيبقوا اورثوجونال. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، في مسألة جديدة او فكرة جديدة. ولا تنسوا الدعاء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومتابعة الفيديوهات الجديدة ونشرها بين اصحابكم. باي باي.